هذا البرنامج برعاية البرنامج برعاية اهلا وسهلا بحضراتكم وجولة جديدة في برنامج اكسب مصنع، المسابقة الرسمية لبرنامج الاوتوبيس. النهاردة فرصة جديدة لواحد من اصحاب المشروعات الصناعية الناشئة للحصول على جائزة البرنامج، الجائزة المالية وقدرها 50,000 جنيه، والأهم هو مجموعة من الجوائز، ممكن نقول التشبيك مع كبار المصانع، خدمات هيئة الاتحاد للصناعات وكل الجهات الحكومية وكل الجهات المشاركة في البرنامج، بتقدم يد العون لكل المتسابقين مش بس لكل الفايزين في البرنامج. بنسعد دائما بالسادة أعضاء لجنة التحكيم اللي موجودة معنا، المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة الأخشاب وصناعة الأساس باتحاد الصناعات، أهلا وسهلا بحضرتك. الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور أحمد الليسي ناصف واحد من أهم المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة مداخلات وأسئلة وتعليقات السادة أعضاء لجنة التحكيم بتقدر تكشف كل الجوانب الخاصة بمشروع المتسابق، وبناء عليها بيتم اتخاذ الأحكام. بعد الفاصل متسابق جديد في اكسب مصنع. الكاش، الكاش بيتمسك بالإيد، بيتصرف بالإيد، ومن إيد لإيد لإيد لمية مليون إيد. وإيه الجديد؟ الجديد فيروس كورونا اللي بيتنقل بالإيد. ما تقلقش، دلوقتي عندك ميزة، من غير تجمعات ولا طوابير هتعيش حياتك من غير ما تمسك فلوس في إيدك. ميزة أأمن لك، ميزة أسهل لك. خلص كل معاملاتك المالية العادية أو الحكومية، مشترياتك، تحويلاتك، مرتباتك، بكارتك، بموبايلك، في بيتك، من مكانك، بإيدك ولوحدك. مع خطر الكورونا ميزة مضمونة، كاش ولا ميزة. البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية ومعاملات التحويل والشراء والسحب من الصارفات الآلية متاحة بدون مصاريف لمدة 6 أشهر. مبادرة البنك المركزي المصري. علشان في بنك القاهرة صحة وسلامة الكل تهمنا،
وفرنا لك كل البدائل والحلول الإلكترونية علشان تخلص معاملاتك البنكية من البيت. وعن طريق الإنترنت بانكينج هتقدر تشوف حساباتك وتعمل تحويلات وتسدد بطاقاتك الائتمانية وغيرها من معاملاتك البنكية وانت في بيتك. ومع محفظة قاهرة كاش ممكن كمان تحول وتستلم فلوس، تدفع كل فواتيرك، تشحن رصيد وتدفع تبرعات، وتطلع بطاقة مشتريات عبر الإنترنت تستخدمها أونلاين من غير رسوم. وعشان نسهلها عليك ممكن تسحب كاش من أي ماكينة صرف آلي ATM تبع لأي بنك من غير رسوم. ممكن كمان تطلع أي من البطاقات المدفوعة مقدما بدون رسوم إصدار عشان تستخدمها في كل معاملاتك وتقلل الكاش. أما بقى لو عندك قرض أو بطاقة ائتمانية من بنك القاهرة، فإحنا أجلنا لك أقساط القرض وسداد مديونية البطاقة لمدة 6 شهور، لأننا يهمنا دايما إنك تكون مطمن. هيثم صلاح لو دخل اي بيت يغير ملامحه. هيثم واحد من فنانين البامبو. انا معرفش طبعا، انا شايف الحاجات بالتاكيد كلها يعني ادوات مصنعه، كلها فيها حاجات ادوات مائده وفيها ادوات حاجات للديكور وفيها حاجات. الحقيقه هو يقدر يوصفها بشكل افضل. هيثم اهلا بيك في برنامج اكسب مصنع. اهلا وسهلا. هل الحاجات دي محتاجه مصنع؟ عايز مصنع عشان تصنعها ولا دي حرف يدويه؟ هي حاجات دي كلها اللي احنا شغالين فيها حرف يدويه. حرف يدويه؟ حرف يدويه، مفيش فيها مكان معين، بس يعني مفيش فيها مكان متخصص لحاجات معينه. احنا بنستخدم كل التولز، الحاجات اللي قدامك دي شنيور، حاجات الطبيعيه اللي موجوده. اللي بيبقى محتاجه مكان اللي هي خلة السنان والشيش طاووق والباركيه، دي اللي احنا بنتوصل ان احنا نشتغل عليه. يعني انت بتنتجها برضو دلوقتي ولا لا؟ لا، عايز تنتجها. دي اللي انا بقى بتارجت ان انا انتجها، لان احنا بنستوردها اوريدي. الاول هيثم قول لي يعني انت امتى بدات في صناعه او في انتاج هذه المنتجات الحرفيه وعايز توصل لحد فين؟ يعني قدامك بالظبط 4 دقائق. هو حقيقه انا كنت في اول ما اشتغلت لما بكالوريوس تجاره اشتغلت في مجال الملابس، قعدت فتره في مجال الملابس، وبعدين بالصدفه يعني انا كنت بسافر بره فشفت البامبو في مصر فاستغربت ان هو متواجد، ما كنتش اعرف ان هو متواجد يعني. فحصل لي شويه حاجات وبعديها بسنتين قررت ان انا هخش مجال البامبو. ابتديت ان انا اشتغل، اخدت مكان وابتديت ان انا اتعامل. عندك دلوقتي مكان؟ انا عندي مكان، انا شركه مرخصه وابتديت اشتغل عليه، لان انا للاسف احنا ما عندناش. عندك ورشه بتنتج فيها الحاجات؟ تقريبا مساحتها قد ايه؟ دورين فوق بعض. انا يعني انا من نقط المشاكل ان انا في عماره، هو حاجه تجاري بس هي في عماره، فهي دي اللي برضو مخلياني مش قادر ان انا اتعامل في حاجه اكبر، يعني ان انا اتعامل فيها لان مفيش شمس فيها. بامبو بيحتاج في المراحل الاولانيه من التجفيف والمعالجه بيحتاج شمس، بس قدرت ان انا اطلع منها مجموعه الحاجات دي لغايه الفرنتشر. يعني احنا بنقدر نعمل دلوقتي لغايه الاساس، كراسي ترابيزات من البامبو، دي متاحه ان احنا نعملها. فابتديت اخش في المجال بتاع البامبو، ابتديت ان انا اشتغل عليه، ابتديت ان انا تتوطد علاقتي بالبامبو، افهم بقى ايه الخامه، وابتديت تتنمى الموضوع عندي بالنسبه لي، وابتديت ادرس الخامه ايه اللي موجوده. يعني انت اللي بتصنع بايدك ولا معاك صنايعي؟ لا، انا يعني كل الحاجات دي انا اللي صنعتها في الاول بايدي. انت اللي صنعتها؟ دلوقتي بحاول ابتدي بقى ناس ادربهم، سواء سيدات، لان انا عندي بعض المراحل سيدات ممكن تعملها، انا ما عنديش حد بيعمل حاجه من اولها لغايه اخرها. مجموعه من المراحل؟ بالظبط، مراحل انتاج، وكل حد بيقدر يعمل حاجه. ما كانش في اول ما ابتديت ما كانش في حد متخصص في شغل، ما فيش ورش بتعمل البامبو اللي احنا اللي انا مستخدمه ده. ابتديت ان انا اتعلم بقى. انا كويس ان المكان اللي انا فيه في ورش نجاره قدامي وفي حاجات زي كده، ابتديت اجرب بقى ان انا اجيب الحاجه واشوف دي ايه وابتدي اجربها. بدات من امتى تنتج بقى عشان تبيع؟ يعني الانتاج اللي هو حقيقة انا اشتغلت، انا ابتديت 2007 في المشروع ده، قعدت تقريبا 4 سنين كنت شغال. يعني ابتديت ان انا اطلع بقى منتجات، ما كنتش بحاول ان انا اقلد، كنت بعمل ايه المنتجات الجديده. اشتغلت لغايه قبل الثوره، وابتدت يعني انا الحمد لله كان قبل الثوره مثلا قدرت ان انا اعمل فريق من 10 انفار تقريبا او 12 نفر. كان عندك 10 افراد بيشتغلوا معايا؟ قدرت ان انا يعني ادرب مجموعه من الناس تشتغل، سواء سيدات او بنات او الحاجات دي كلها. بس طبعا الثوره جت فحصل تراجع جامد جدا. طيب دلوقتي الوضع الحالي انت عندك كم؟ احنا دلوقتي الوضع الحالي احنا 5 انفار تقريبا، سيدتين وثلاث شباب، انا ونفرين تاني معايا. احنا بنشتغل على الخامات اللي هي كلها هاند ميد، من اول الميداليا لغايه الفرنتشر لغايه الاضاءه. اللي احنا بنحاول نشتغل عليه بعد كده المجال الاكبر ان احنا ندخل المنتجات البديله.
اللي احنا بنقدر نستوردها واللي ممكن تتعمل، اللي هي زي خلة السنان، الشيش طاووق، المنتجات بتاعت السفرة، المطاط بتاعت السفرة، الباركي. انت جاي برنامج يكسب مصنع عشان تعمل مصنع خله، ولا عايز تعمل تطور ورشه ال؟ انا عايز اطور صناعات البامبو في مصر. تطور صناعات البامبو يعني. هنتكلم دلوقتي، ما بنتكلمش بقى على خله السنان دلوقتي. انا بطور النهارده البامبو، انا عندي اوريدي الشيش طاووق وخله السنان بستوردها، فانا النهارده لو انا انتجتها موجوده. مفيش انتاج محلي منها خالص؟ لا لا، مفيش انتاج محلي خالص. لو انا انتجتها في مصر يبقى انا وفرت جزء معين، وهستفيد بشغل الهاند كرافت اللي انا بعمله. يعني حتى المكان اللي انا بجيبه هو ليه مواصفات معينه ان انا ممكن استخدمه. طيب انا دلوقتي عايز اسالك علشان اللجنه تقدر تقيمك. انت دلوقتي جاي تقدم برضو، انا مش قادر استوعب، انت عايز تعمل توسع الورشه تحولها لمصنع، وكم المنتجات بتاعه البامبو بتاعتك تكون منتجات تجاريه تقدر تنافس بيها بامكانيات بقى مصنع كبير تقدر توصل لها؟ اقدر مبدئيا ان انا اقدر تقدر تصدر، ولا جاي دلوقتي عشان تتكلم عايز تعمل تجيب ماكينات وتصنع الخله بكل انواعها؟ انا عايز اجيب مصنع واقدر اجيب ماكينات فيها تنتجلي. ما هو انا هو اجيب مصنع عشان اجيب فيه ماكينات. المكان اللي عندي ما ينفعش اجيب فيه مكان. انا قلت لحضرتك المكان اللي عندك بتتكلم برضو على صناعه البامبو ولا على الخله؟ البامبو والشغل ده. بص حضرتك، البامبو صناعه متكامله. البامبو خامه، البامبو خامه متكامله. ده برضو بيصنع من نفس البامبو؟ من نفس البامبو، كله خامه واحده. يعني حتى خله السنان كله خامه واحده. يعني تكلفه المصنع اللي انت بتتخيل، المصنع بتاع خله السنان والشيش طاووق ما يعديش ال 25000 دولار. 25000 دولار. $25,000 وموجود. وسالت فيه حاجات صيني وفي حاجات هندي، وهند ضليعه جدا في المجال ده كله. يعني في يعني الشغل بتتكلم في حدود مثلا 400,000 جنيه تقريبا. بالظبط مظبوط. عشان تقدر تضيف المنتجات دي للمنتجات بتاعتك. هقدر اضيف الشيش طاووق وخله السنان وممكن المطاط بتاع الصفر. دول هيبقوا اساسي، ممكن الخط الانتاج اللي انا بتكلم عليه. خطتك علشان توصل لمرحله المكنه اللي هتصنع لك خله السنان ده، انت بالتاكيد برضو بتتكلم في كنت قلت في الاول مساحه من الارض تقدر تنشف البامبو تستخدم. بالظبط. تقدر تعمل عليه مراحل انتاجيه افضل. انا البامبو لازم تجيبه بكميات. انا النهارده لما بشتري ما بشتريش عودين ثلاثه، انا بشتري مثلا 500 عود 600 عود. البامبو ذات نفسه في حد ذاته بيتعالج. تكلفه العود كام تقريبا؟ العود مش غالي، يعني من اول 50 جنيه وانت طالع لغايه 100 جنيه 150 حسب الحجم والكثافه بتاعت العود. فانا النهارده لما بجيب البامبو بيبقى اخضر. طب الوضع الحالي، الوضع القائم اللي انت فيه دلوقتي، انت بتطلع منتجات قد ايه كل شهر تقريبا؟ يعني انا مثلا بطلع في حدود 200 حته كل شهر. 200 حته في متوسط كام اسعار؟ اسعار مثلا في حدود مثلا من 200 250 300 الرينج بتاعت البيسز اللي موجود. طبعا ده مش رقم. يعني تقريبا حجم مبيعاتك 4000 جنيه شهريا. لا اكتر. كام؟ 200 في 200 عندنا 4 اسعار. لا اكتر 40000. 40000 جنيه شهريا. انتاجي، خد بالك انتاجي، في فرق بين ان انا حجم مبيعاتي وانتاجي. يعني انا قدرتي الانتاجيه دلوقتي اوصل مثلا لغايه 50-60 ألف كانتاج كل شهر. التسويق بقى هو اللي بيكمل، عمليه التسويق هي اللي بتكمل. ان انا هل بتقدر تبيع كل ما تنتجه خلال الشهر؟ انا كنت في الاول كنت بنزل، انا ما بنزلش محلات، انا بنزل للاند يوزر على طول، لان انا كنت مهمتي ان انا انزل للكلاينت النهائي او المستهلك النهائي، ان هو يعرف الخامه ويبقى شايفها ويعرف يبقى في تعامل ما بيني وما بينه. يعني انت ما عندكش محل بتبيع فيه المنتجات؟ لا لا لا، انا بشتغل اونلاين وبشتغل معارض. احنا لسه كنا حتى كنا في ايطاليا، يعني اخر السنه اللي فاتت طلعت مع وزاره التضامن، طلعنا ايطاليا مع شغل البامبو. انا مين اللي مركز ان انا ابيع منتج للمستهلك النهائي عشان اشوف يعرف ان ده خامه مصريه. انا عندي مشكله ان هم مش عارفين ان ده شغل مصري. يعني اعتقد انت عرضت بشكل يعني تفصيلي، واعتقد الساده اعضاء لجنه التحكيم لديهم كتير من الاسئله. يعني بعد الفاصل هنرجع للساده اعضاء لجنه التحكيم وحوار مفتوح مع هيثم صلاح صاحب ورشه يرغب في تحويلها الى مصنع لانتاج كل منتجات البامبو. فاصل ونرجع لحضرتك. هيثم دلوقتي المسرح ليك وحدك والمسرح ليك على طول. حوار مفتوح مع الساده اعضاء لجنه التحكيم دكتوره يمنى، يعني تقدري تقولي تعليقاتك او اسئلتك لهيثم؟ يا هيثم اهلا بيك، انك مستعمل مكونات محليه دي حاجه كويسه قوي، بس عايز اسالك انت ايه الحصان الرابح عندك؟ ايه المنتج اللي بتكرر منه على طول؟ الفواحه.
الفواحه دي اكتر حاجه شغاله. يعني الفواحه دي اللي انا بعملها من غير ما بفكر. ايه اللي بيميزك عن في ورش كتير قوي بامبو في السوق؟ ايه اللي بيميزك عن الورش الموجوده؟ حضرتك الورش اللي موجوده بتستخدم خامه الخرزان. انا ده خامه البامبو اللي هو معروف عندنا هنا بالغاب اللي هو الجوادوا بامبو. البامبو ده مختلف عن الورش اللي بتشتغل الخرزان اللي موجود في رمسيس. البامبو ده ينفع في الكراسي وفي طبعًا. البامبو ده اقوى من من الفولاذ. طب ما بتعملش الاوتدور ليه؟ ما بتعملش بشتغل اوتدور بس الفرنتشر ما بقدرش اعمله واعرضه، ما بقدرش اعمل منه ستوك واسيبه، لازم بيبقى بالطلب. يعني لو حضرتك طالبه حاجه ممكن ابعت لك شويه ديزاينز تبصي عليها واقدر انفذها لك، بس ما بقدرش انفذه واركنه عندي. بس مش شايفاك بعدت قوي عن الموديلات التقليديه اللي موجوده في السوق كتير. ما هو انا ما حاولتش ان انا اقلد، انا حتى شغلي الحمد لله في الصفحات بره بتاعت البامبو الميزه ان هو كان شكل ليه مميز، فالناس حتى بقت بتعرف ايه ده، يعني ما كانوش عارفين ان انا مصري او ان ده بامبو مصري، فلان الشغل ليه طابع مختلف. انا ما حاولتش ان انا ابقى كوبي بيست للمنتجات، لا انا حاولت ان يبقى المنتجات ليها طابع مختلف، يبقى شكل مميز بالشغل اللي فيه، والحمد لله من خلال حتى العملاء في المعارض بيشوفوا الشغل بيبقوا عارفين الشغل اكتر مني. دكتور احمد الليسي ناصر. طبعا فكره كويسه قوي انك بتحاول تعمل الصناعه في مصر وتوفر في الاستيراد. حضرتك قلت لي مثلا خله السنان دي عايز تعملها هنا تكلفتها كام؟ يعني هتبقى مش اكتر من 6 جنيه و7 جنيه وهي هنا بتتباع باكتر من كده في الماركت. طيب 6 جنيه دول انت هتكسب كام؟ هتتكلف فيها انا كام؟ على الاقل حاجه هتكون كسبت 50%. 50% يعني هي هتكلفك 3 جنيه. قول لي ال 3 جنيه دول متوزعين ازاي؟ متوزعين على الخامه اللي انا عاملها، الباكينج اللي معمول، التكاليف التشغيل بتاعت الخامه. ازاي؟ اللي انت بتقوله اي منتج في الدنيا تكاليفه هتتوزع زي ما انت لسه قايله لي. تمام. انا بقول لك ازاي وزعت ال 3 جنيه دول؟ ما هو حضرتك انت النهارده في عبوه باك بتاعت خلة السنان، وعندي ان كمية العود او مساحة العود دي ممكن تطلع لي قد ايه خلة سنان، او لما انا اقعد مثلا اجيب عود بامبو لو انا قطعته واشتغلت عليه هيطلع لي قد ايه، فانت هتحسب كل دول مع ان انت عندك التكاليف بتاعت العمالة بتاعت الموجود. خليني اسألك السؤال بطريقة تانية، ايه اللي عرفك ان الحكاية دي كسبانة لو انت مش عارف التكاليف؟ لان انا بستوردها حضرتك، انا بستورد الخامه دي من بره، انا خله السنان دي انا بستوردها وبنستوردها بارقام. فانا النهارده لما هعملها في مصر اتليست ان انا هوفر، انا حضرتك ناس جوني من المستوردين عايزين ياخدوا الشغل ويدخلوه ان هو مستورد، يعني اوريدي المستورد ده غش تجاري ما بنتكلمش فيه. يعني النهارده في استيراد للخامه دي من بره، خله سنان والشيش طاووق دي بتستورد من بره، تمام، فبتكلف فلوس. انا النهارده لو انا هعمله هنا حتى لو تكلفته نفس التكلفه بس ان انا قدرت اعمل له صناعه محليه، بس لو انت ما انتش عارف تكاليفك كام، انت ده 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 افتراض ممكن وممكن مش لا افتراض حضرتك، لو انت قعدت معايا بقى بورقه وقلم حاضر حضرتك، يعني انت ما قعدتش بورقه وقلم؟ لا انا قعدت مع نفسي بورقه وقلم. يبقى تكلفتها كام؟ ما انا قلت لحضرتك هي تكلفتها في حدود ال 3 جنيه 3 جنيه ونص ما بين الخامه وخط الانتاج والعماله، انا ما عنديش حاجه ثانيه. انا معلش عندي سؤال ثاني، بس انت قلت حاجه كده يعني خضتني شويه الحقيقه وانت بتتكلم، انت قلت لي انك بتصنع في دورين سكنيين في عماره؟ طيب دي ماده سريعه الاشتعال لو انا مش غلطان؟ لا البامبو مش سريع الاشتعال. يعني من ناحيه الامن الصناعي عندك ترخيص امن صناعي؟ انا عندي ترخيص امن صناعي، ودي مشكله عندي انا حتى ايفن انا شغال في الحاجات الهاند ميد، بس انا مش مرتاح في المكان اللي انا فيه. يعني انا المكان مترخص وهو تجاري بس انا مش مرتاح، لان هل الهاند ميد بياخد ترخيص صناعي يا دكتور؟ الهاند ميد ما بياخدش ترخيص صناعي، يعني حتى اللحظه هو مش مطالب بترخيص صناعي. انا ما عنديش حاجات فيها نار وفيها الحاجات دي. الان على الناس التانيين اللي فلان. لا 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 ما هو انا حتى السوق لا هو قال ان هو عنده ترخيص صناعي بس، فانا بقولت التعليم. انا عندي المكان تجاري بس عارف حتى حضرتك الصوت تجاري، الصوت بيبقى في عماره، وبعدين انا المشكله ان البامبو بيبقى عايز شمس، انا المكان ما عنديش شمس، فباخد وقت اطول وتكلفه اكتر ان انا اجفف البامبو. المنتجات كلها حلوه بصراحه،
يعني انا معجب بيها كمنتجات اللي انا داخل محل النهارده ان انا اشوفها. بس انت بقالك قد ايه بتعمله؟ بقالي من 2007 تقريبا، يعني 13 سنه. اه هي كان فيها فترات بس انا كنت بادي في الموضوع من 2007. يعني انا عارف وانا عمال ابص عليها كده عمال افكر بكلمه انت رددتها كذا مره وعجباني، وعجباني ان هو ده يبقى تارجت ليك انك تتكلم على بره وتقول الناس اللي بتعرض بره ايه، وان انا ازاي شايفين الحاجه عندي مختلفه وان هم ما يعرفوش ان مصر او ده ان هو يبقى منتج مصري. بص هو ما يعرفوش ان منتج مصري لان الخامه نفسها كاصل مش متعارف عليها انها موجوده في مصر، زي ما موجوده في شرق اسيا. ما اي حاجه بتيجي بامبو اول ما قاعد بتروح في دماغه على طول بيروح شرق اسيا. بس هم بيعملوا بيها حاجات خرافيه. يعني انا شفت حاجات انت بتنتجها عجباني حلوه، بس ما اقنعتنيش لسه بانك عندك ارقام وعندك خطه انك تطلع مصنع. ما ايه اللي ممكن تقولوا لي دلوقتي انك تقول لي انا عايز اركز في ده، انا ده اللي انا عايز اطلعه، لان ده حاجه والخله حاجه والكرسي حاجه والطقم حاجه تانية، ده ليه مكان وليه استعدادات وليه عدد عماله مختلفه وليه جو مختلف. يمكن الحاجه اللي اجتمع فيها انك ذكرتها دلوقتي هي معالجه البامبو نفسه، وانك انت محتاج شمس، يعني في تفاصيل كتير. كل المداخلات صح، انت محتاج الان لمجموعه من الارقام يعني تحسن موقفك وتحسن فرصه حصولك على الجائزه. بص حضرتك يعني أنا ادينا ما لديك من ارقام دلوقتي. اوكي انا حضرتك ابتديت البامبو كبامبو خامه، انا ما كنتش اعرف ايه اللي هي ممكن يطلع منها، ابتديت ان انا ادخلها اشوف يطلع منها ايه ان انا اقدر اتعامل بيه. كان المتاح بالنسبه لي شغل اللي هو مش محتاج ميكنه، اللي هو الحاجات الهاند ميد من اول ميداليا الاكسسوارات الحاجات دي كلها، الحاجات دي كثيفه العماله. فانا اشتغلت في المجموعه الاولانيه في شغل الهاند ميد اللي انا بشتغل فيه من اول الاضاءات للحاجات دي كلها. ده مجال، ده مجال اللي هو شغل يدوي زي ما انت بتقول حضرتك، فني شويه، ممكن ملوش مش اي حد هيتقبله، مش اي حد هيبقى فاهمه. المجال بتاعه التجاري بقى ان انا اشغل ان انا اعمل منه بقى شيش طاووق وخله سنان والحاجات اللي هي تجاريه. هيثم لا معلش، لا انت كل منتج من دول ممكن تبيع منه الاف. ايوه بالظبط. ما يعني ما مش بتقول يعني ما ينفعش انت بتقدم لي حاجه حلوه انت بتعملها وانا كمان شايفها حلوه بتقول لي اه بس هي بالنسبه لي يعني مش حلوه قوي، انا عايز اعمل حاجه تانية. ما انا بقول لك دلوقتي انت بتقول انت بقالك 13 سنه شغال، 13 سنه شغال الفواحه بتقول دي اكتر منتج انت بتعمله وشايفه تحفه، وانا عن نفسي ممكن اجي اشتريه دلوقتي. معايا اقول لك طب انت بتعمل كام فواحه؟ ما هتيجي تقول انا بعمل رقم ماشي اللي احنا مش عارفينه. احنا عايزين نوصل عشان وقت البرنامج، احنا قدامك بالظبط 30 ثانيه. هو حضرتك البامبو الخامه بتربطك بحاجات معينه، البامبو الفواحه دي بتتاخد من حاجه معينه من العود ماشي، وكل حاجه ليها حاجه. فانا النهارده عشان اقدر انجح في البامبو لازم استخدم العود، لازم حلو قوي الكلام ده. كويس. ايه بقى اللي بتستخدم العود فيه ده او ده او ده؟ الفواحه كل يعني الفواحه والحاجات دي كلها من العود، بس في حته من العود معينه لان العود بيبقى فيه جدر وفيه طرف، ففي حاجات رفيعه وفي حاجات تخينه، في حاجات تنفع في الفواحه وفي حاجات ما تنفعش. يعني علشان ينجح في استغلال العود فانا لازم يعني استغل العود وهايل عدد كبير إيه من المنتجات. بقى هتعمل البرواز ولا هتعمل الحلي وهتعمل المعلقه ومعاك انا النهارده لو معنى كلام حضرتك ان انا لو جبت العود هاخد جزء منه للفواحه وارمي الباقي. لا ما انا بنقول لك تعمل حاجات، انا عايزك تكسب. اوكي انا عايز اللي انت التنوع ده وعدم التخصص في حاجه ده مش هيكسبك. انا نمسك العود النهارده اجي اقول اقسمه لاربع حاجات، ممكن تيجي تقول لي ده انا يعني لو عايز تقول كده كنت انك تيجي تقول ده انا في حاجه بتقع مني كمان في الاخر برميها، ده انا ممكن اخدها اعمل بيها خله الاسنان مثلا، او انا ممكن اعمل بيها بتاعه الشيش طاووق، بس انا من ده بعمل ده وده وده. هو حاجة انا بس اللي بتكلم عليه انك انت لما بتعمل حاجات دي اضاءه مش كده مثلا، دي بزوره دول اضاءات دي فيها 100,000 نوع ممكن تعمله كله بنفس الخامه. انت هتعمل ال100 وحسب الطلب اللي هيجي لك، ولا انت هتعمل عندك ديزاين لشكل معين، في حاجه مبتكره، في حاجه جديده زي فكره السماعه اللي كنا بنتكلم عليها ده على سبيل المثال. يعني ما تيجي تقول اه ده هيبقى المنتج بتاعي والمنتج ده انا هكلفه كذا وهبيعه كذا لانه بيتباع بره بكذا، ما بعمل المقارنه بالارقام زي ما استاذ احمد كده قالها عشان نقدر احنا نحس بفرق القيمه المضافه موجوده ولا لا. باشمهندس احمد اعتقد الوقت يعني حان ان احنا نقدر الساده اعضاء لجنه التحكيم ياخدوا قرار، وهل يحصل هيثم على الجائزه وفرصه او مفتاح المصنع، ولا تؤجل فرصه هيثم؟ مدعو الساده اعضاء لجنه التحكيم للاجتماع واتخاذ قرار.
اجتمع السادة أعضاء لجنة التحكيم واتخذوا قرار. قرار هو تقييم لأفكار هيثم المستقبلية وليس تقييم بتهيألي أنا أو أنا قريت المسألة كده من خلال المناقشات. هما قرارهم في المستقبل لأن هيثم بيعمل صناعات يدوية ويمكن تكون بعيدة عن مجال البرنامج ولكنه مقدم فكرة مصنع. فالتقييم اعتقد مرتبط بالمصنع وليس بالمنتجات اللي معروضه قدام. المنتجات دي لو انا بقيمها انا اديها جائزه فورا من قبل ما تدخل الاستوديو. قرار لجنه التحكيم هيعلنه الدكتور احمد الليسي ناصف. هيثم، اول حاجه احنا عايزين نشكر قوي او نثني على حماسك وانك اخذت خطوه ايجابيه وما خفتش انك تخش مجال يمكن ما حدش تاني دخلوا قبل كده، فدي حاجة احنا شايفين انها مبادرة كويسة. بس انت لسه في نص الطريق، الهيكل المالي الصناعي بتاعك مش واضح، فاحنا في الوقت الحالي هنحجب الجائزة دي ونرجو منك ان انت تشتغل اكتر على الموضوع ده، تحدد ايه بالظبط الحاجات اللي انت عايز تشتغل فيها، تحدد تكاليفها، تحدد الفرصة المتاحة لك في السوق، وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وشكرا لهيثم. هيثم يعني انت مكمل معانا في البرنامج ولكن مش من خلال الجائزه الماليه، من خلال اتحاد الصناعات الداعم لهذا البرنامج، والمهندس احمد حلمي ممثل ايضا للجنه تحديث الصناعه. محتاجين نشتغل ونطلع يعني عشرات الالاف من القطع اللي انت عارضها. شكرا لهيثم، شكرا لحضراتكم، ونلتقي في جوله جديده من برنامج اكسب مصنع.